العودة لنشرة المصر اليوم من القاهرة والناس، أهلا بكم من جديد. ومن الانتخابات للشأن المحلي، في خطوة جديدة للحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار، طرحت وزارة التموين وجبة بقيمة 30 جنيه في المجمعات الاستهلاكية بالمحافظات واستقبال كبير من المواطنين. تحتوي تشكيلة من الخضروات والفواكه واللحوم والفراخ، تكفي 4 أفراد ليكون للمواطن حرية الاختيار في الشراء. يمكن خبر زي ده جدير بالتعليق عليه دكتور صلاح اللي منورنا في الاستوديو. دكتور صلاح، يعني الاتجاه لتخفيض أسعار البضائع من خلال مثل هذه الوجبات، حضرتك شايف اتجاهه إزاي؟ صح مع أم ضد؟ لا، أنا طبعا ضد فكرة تقديم وجبات جاهزة للمواطن. كانت حولت مؤسسة الدولة إلى جمعية أهلية، هي اللي تختلف كثيرا عن بنك الطعام المصري. بنك الطعام بيقدم الوجبة ب 40 جنيه، الدولة بتقدمها ب 30 جنيه. الدراسات العلمية تقول أن المساعدات الإنسانية التي تقوم على الوجبات تزيد معدل الفقر والبؤس في المجتمعات، وبالتالي معظم الدول لغت مثل هذه الوجبات في حلول أكثر كرامة للمواطن المصري. هذه تربية غير أدمية للمواطن وتعويده على التسول. بس هو قبل ما نتكلم على الموضوع ده، احنا بس عايزين نوضح للسادة المشاهدين ان الوجبة زي ما شفناها تقريبا على مواقع التواصل الاجتماعي كلها وخضار، وعبارة عن يعني لو عايز يعمل وجبة مثلا خضروات شوربة، مثلا لو عنده البطاطس وعنده مثلا الفاصوليا وعنده الجزر، كلها متجمعة في ورق في طبق واحد. انا لما اقول غير إنسانية معنى اقصد بيها انه هي فكره انه اجبار المواطن على وجبه غذائيه معينه. فكره الاجبار في حد ذاتها، فكره التنميه حريه ان انا اختار الوجبه اللي انا باكلها. انا اتصور ان هذه الوجبه بالتحديد تؤدي الى مشاكل اقتصاديه عديده، لانه ممكن يحصل لها ركود داخل المستودعات الاستهلاكيه، وبالتالي ممكن تتعرض للتلف ولا تستطيع ان تكون خضروات طازجه، بالاضافه الى تعويد المواطن المصري على فكرة التسول. هذه الفكرة تم القضاء عليها في كل دول العالم. الدولة لديها حلول تكنولوجية وحلول حديثة لمواجهة الجوع، وهذا اعتراف ضمني أن الدولة تشعر أن المواطن المصري قادم على مجاعة. يعني عندما تقوم الدولة بتقديم وجبات غذائية فهي تشعر أن يعني المواطن، يعني على مبدأ يا دكتور صلاح أن تعلمني صنعة خير من أن أنت تديني كل يوم سمكة. طبعا، أو تديني المبلغ في إيدي أختار اللي أنا عايز أكله. لكن فكرة دي أيسر، لكن أنت عشان تديني الوجبة في حد ذاتها، افترض أنا ما بحبش أكل الوجبة دي، أنت بتفرض عليا. هي التنمية في كل العالم حرية، حرية الاختيار هي التنمية الحقيقية. فأنت كده ما بتديش المواطن الحق في مسألة اختيار حتى فيما يأكله، نعم، مش فيما ينتخبه. التربية السكانية، أنا رافض مسألة تربية المواطن على التسول، نعم، وعلى أنه يأكل مما تصنعه الحكومة. نعم.